مرحبا يا أصحابي، اسمي تالا. رح خبركن كيف فينا نحمي حالنا من الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد. جربوا ما تروحوا على محلات فيها كتير عجقة. إذا عايزين تظهروا، البسوا منيح، وبس ترجعوا بليز تذكروا تغسلوا إيديكن منيح بالصابون. ما تقربوا على ناس عم تعطس أو تسعل. إذا عم تعطسوا أو تسعلوا، غطوا تمكن ومنخاركن بمنديل وكبوا المنديل دغري بالزبالة، أو فيكن تعطسوا وتسعلوا هيك. أصحابي، بليز خبروا شو قلتلكن لأهلكن وإخواتكن ورفقاتكن.